البيت لاي اوت في الاقصد، البيت لاي اوت هي خاصة في امور الصفحة بشكل عام بالشيت، وايضا انه خاصة هنا مخلينها في الثيم في الالوان والخاصة في الشيت. ايضا هنا التركيز الخاص على البيج لاي اوت هو في الطباعة، امر الطباعة لازم انه تضبط اعدادات الصفحة حتى انه تخرج الطباعة اللي هو يكون عندك برينت اوت. ففي البداية خلينا نتعرف على الارينج اللي هو موجود عندنا. مثلا على سبيل المثال عندك تو شيب، شيب هذا الشيب، ومثلا وضعت شيب فوق الاخر واردت انه توصل للشيب اللي يكون في الاسفل، الاوبجكت اللي يكون في الاسفل. فكيف انه توصل لهذا الاوبجكت؟ عن طريق الارينج، فتعمل برينج يعني ترسله الى الاسفل، فتعمل له سنت باك. فلما تعمل له سنت باك فراح يظهر لك هذا الشيب. هذا بالنسبه للارينج. بالنسبه للسلكشن بانل راح يظهر لك قائمه السلكشن بانل اللي هي تظهر لك الاوبجكت، مجموع الاوبجكت اللي موجود عندي. الان عندي سيت اب بوتون وعندي تو اوبجكت اللي هو ريكتانجل 3 وريكتانجل 1. اوكي، هذا بالنسبه الى الارنج. بالنسبه الى الشيت اوبشن، الشيت اوبشن هو خاص في يعني بعمليه الطباعه وعمليه اظهار بعض الاوبشن خاصه في الشيت. على سبيل المثال عندك الجريد لاينز، هاي خطوط الجريد تقدر انه تظهرها وتخفيها اثناء عملك، وايضا تقدر تظهرها وتخفيها اثناء طباعه الصفحه. يعني هذه خطوط الجريد تقدر تظهرها اثناء طباعه الصفحه مثل ما هي موجود اذا فعلت البرنت. ايضا عندك الهيدنجز اللي هي الأحرف الإنجليزية، تقسيمات الكولوم، تقدر تخفيها وتظهرها أثناء عملك، وتقدر تخفيها وتظهرها أثناء طباعة الصفحة. الديفولت يكون بهذا الشكل، البرنت يكون ملغي. بالنسبة للشيت رايت تو ليفت، يكون عمل الشيت من اليسار أو اليمين. لما تغيره على سبيل المثال راح يكون عندك، لا حول الله، عندك أرقام الريكورد 1 2 3 يعني تحولت إلى اتجاه اليسار، نرجحها الى، على سبيل المثال انه تشتغل الى اليمين، نرجحها الى اليمين. سكيل تو فيت هذا خاص في عمليه الطباعه وعمليه احتواء الصفحه، راح نتكلم عليه في الفيديو التالي، وهو الفيديو راح يكون مخصص في الطباعه. بالنسبه للثيمز، الثيمز هو عادي انه عندك مجموعه من الثيمز يمكن انه تختارها، تغير لك في الالوان والفونت والافكت، ويمكن فقط انه تغير فقط الكولر، اوكي، او يمكن فقط تغير الفونت، عندك مجموعة من الفونت، او كوستمايز فونت، تقدر تختار كوستمايز فونت، او انه عندك فقط تطبق الافكتات. هذا هو بالنسبة الى البيج لاي اوت. فقط انه عندنا البيج سيت اب الخاص في امر الطباعة وضبط اعدادات الطباعة، نتكلم عليها في الفيديو التالي.